نعم استاذ الخضر، هي بتبقى حول امامه سيدنا علي، وما في تنقيض. حاضر يا استاذ علي. استاذ علي الطايه، لو حضرتك عايز تشارك معانا ممكن تشارك معانا ايضا. هو الحوار كان حول اثبات امامه علي رضي الله عنه، ويعني انت بتاخد دقيقتين او 3 دقائق، واحنا بنتكلم 3 دقائق ايضا. نعم. فان شاء الله لو حضرتك جاهز اكتب لي رقم 5. اخونا قادر، تسمعني قادر؟ طيب استاذ قادر تسمعني؟ اخونا قادر، ينفع تنزل اخونا قادر وقت الاستاذ سكوك، الاستاذ الخضر؟ لك 3 دقائق، حاول ان تثبت لنا امامه علي رضي الله عنه، ونحن خلفك يا استاذ الخضر. طيب لقى المايك يا استاذ الخضر، تفضل. السلام عليكم جميعا. طبعا اعتذر عن نقطة استاذ الخضر، يا ريت يعني توطي صوت التلفاز لانه واضح مش واضح يا اخوة. حياك الله استاذ طالب، انت والخضر الاثنين هتشاركوا ان شاء الله. الخضر ايضا ضيف محترم بنقدمه هنا، تمام يا وسام يا خاص. فيا ريت بس تخفض صوت التلفاز استاذ الخضر، وتفضل لك 3 دقائق، اثبت لنا ان علي يستحق ان يكون خليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. صوت واضح يا اخوة؟ صوت واضح، تفضل يا استاذ. تسمعني يا الخضر؟ تفضل لك المايك. شكرا شكرا عزيزي. طبعا بدايه انا ابتدئ بان اقول بشكل طبيعي الانسان مجبول على ان يكون هو مرتب لحياته البسيطه، هاي اللي شفناه في الاسره، في الشارع، في المكتبه، في المجمع، في المدرسه، دائما اكو ترتيب للعمل، ترتيب للنظام. ف كيف نأتي لإسلام لا زال طريا، لإسلام لا زال تتربص به الدوائر كما هو معروف، الأمة والمنافقين مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، الكل يتربص بالإسلام، الفرس يتربصون بالإسلام أنذاك، الروم يتربصون بالإسلام أنذاك لإضعافه لقتاله، المنافقين من داخل المدينة كما ذكر القرآن الكريم، ورسول الله يترك الأمة هكذا، هاي كمقدمة أضعها أنا. الرسول الله يترك الأمة هملا كما قالت أم المؤمنين عائشة لتخاطب أبي بكر أو تخاطب عمر، لا تترك أمة محمد هملا، أوصي فيهم. وكذلك انتبه أبو بكر وأوصى لعمر، وعمر انتبه وترك لستة من 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 صحابة من صحابة من الصحابة المسلمين بما فيهم علي بن أبي طالب سلام الله عليه. إذا هناك طبيعة بشرية أن الإنسان أن يترك للأمة أو يترك للمدرسة، يترك للمجمع، يترك للشركة من يخلف فيها. فكيف للإسلام وهذا الإسلام العظيم الذي جاء به محمد، ولا زال كما ذكرت الإسلام بما يحيط به من مشاكل وويلات وضغائن، يتركه رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هكذا ويترك الأمة هملا؟ أنا أعتقد بطبيعة الإنسان البسيط يجبل على أنه يرتب حياته، يرتب. فكيف رسول الإسلام؟ هاي نقطة. النقطة الثانية، لو تتبعنا ما أدري 3 دقائق بعدهم مو 3 دقائق ما انتهت، لو تتبعنا المسيرة الإسلامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما نزلت الآية في الثالثة من البعثة، نزلت الآية وانذر عشيرتك الأقربين، كما يذكر الطبري وكما يذكر احمد بن حنبل في كتبكم، نحن نناقشكم في كتبكم لان كتبكم حجه عليكم، روايه واضحه صريحه بان رسول الله دعا قومه، دعا مجموعه من قومه وعمل لهم وليمه ودعاهم الى الاسلام، دعاهم الى خير ما جاء به بالدنيا، دعاهم وقال لهم جئت بما خير ما في الدنيا، من يكون اخي ووصيي وخليفتي يؤازرني في امري؟ لم يقم الا علي انذاك، كما يذكر احمد بن حنبل في مسنده، ويذكر الطبري في تفسيره، والطبري يذكرها ايضا في تاريخه، في مكان يذكر الطبري. فلذلك قام علي عنذاك، وانا او علي عمره سلام الله عليه بحدود 10 اكثر من 10 سنوات، ومسكه من رقبته وقال انت خليفتي. قد لنا بان علي بدا ينمو مع رسول الله، يربيه رسول الله، يعلمه رسول الله، وكان خير تلميذ لرسول الله. ما ادري اذا 3 دقائق انتهت اترك المايك لك، واذا 3 دقائق باقيه تقول لي استمر كما تشاء. ما ادري رامي عيسى انتهت 3 دقائق، ما ادري اطول اكثر من 3 دقائق حتى اشوف رايك انت شو المواضيع هاي. الروايه الضعيفه ما ادري هسه الروايه الضعيفه هذا بحثنا قد الوقت بعد انتهى الوقت، لك المايك.
طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الأستاذ الخضر. هو مسند أحمد ولا مرتبة أحمد؟ يعني حضرتك استدللت وقلت مسند أحمد، فمش عارف فين المسند ده. عموما حضرتك بدأت كلامك بكلام إنشائي، يعني كما نحن ننتظر من الإمامية الاثنى عشرية دليل قال الله قال الرسول، كلام إنشائي. وبعدين هل النبي يترك الأمة هملا؟ لا، لم نترك الأمة هملا كما جاء في كتاب غاية المرام للبحراني، ثقيف وفدك الجوهري، حط الوقت أخونا الحبيب قادر علي وغيرهما، إن وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد وشرح نهج البلاغة للشريف، إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم أبو بكر في الصلاة فترك أبو بكر في المحراب، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك الأمة هملا. تاني حاجة، الحديث اللي أنت استدللت عليه دلوقتي فيه عباد بن عبد الله بن الزبير بن العم القرشي الأسدي، لا يعرف بالأسدي وإنما يعرف بعباد بن عبد الله بن الزبير، يعني ده من تدليسات الشيعة. عموما عباد بن عبد الله الأسدي هذا فيه نظر كما قال البخاري، ودي من أشد عبارات التجريح عند الإمام البخاري، وأحمد ضرب على حديثه، ابن حزم قال مجهول، فالحديث فيه مجهول. وكان عدد يعني حديث الدار كان عدد لا يصبر، مش هينفع لانه بوقت، كان عدد يعني ان شاء الله نمسك حديث الدار في المداخله القادمه وابدا افنده لك واهدم لك منه العصمه واهدم لك الامام. لكن انا الى الان لم اسمع قال الله قال الرسول. الامامه ركن من اركان الدين، اذا كانت ولايه علي ركن من اركان الدين لا يتحقق الايمان الا به، ومن لم يؤمن بذلك كافر مستحق للنار حتى لو شهد لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. فين الولايه في القران؟ ربنا ذكر الصيد وهو امر مباح، يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمه الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حر. الله يذكر مساله الصيد ولا يذكر الامامه؟ اركان الدين الاربعه مذكوره في القران، وين الامامه؟ وين الامام؟ عد ده تاني سؤال. ثالث سؤال، ربنا قال ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر فقد ضل ضلالا بعيدا، فين ومن يكفر بالامامه؟ اذا كانت الامامه تاركه كفر نجس كما تقولون. الله سبحانه وتعالى، السؤال الرابع، اسمع، الله سبحانه وتعالى قال وكل شيء فصلناه تفصيلا. اين الاحكام الشرعيه الخاصه بالامام؟ اين هذه الامامه التي فصلت؟ الله قال وكل شيء فصلناه في هذا الكتاب، اين هي؟ الله ذكر زيد بن حارثه بصراحه في القران ولم يذكر إمامة علي، يذكر زيد بن حارثة في مسألة فقهية في حين لم يذكر إمامة علي في مسألة عقائدية. السؤال السادس، عد وراي، أين قال علي أنا الخليفة بعد النبي فاتبعوني؟ فين علي؟ عد يا إخوة، ده السؤال رقم كام يا إخوة؟ سبعة، أين قال علي بن أبي طالب أنا الخليفة بعد النبي فاتبعوني؟ كيف يذكر لا أركان الدين الأربعة ويترك أعظم ركن هو الولاية، ولاية علي وأبنائه؟ الله سبحانه وتعالى قال في سورة النحل، السؤال رقم 8، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فأين تبيان الإمام؟ إذا كانت الإمامة شيء لابد تكون في القرآن، إذا الإمامة ليست بشيء، لو شيء يقول لإمامة علي هي كذا كذا، يا علي أنت الإمام في القرآن، لإما الإمامة ليست بشيء. الله ذكر الصوم والقصاص والدية في كتابه ولم يذكر الإمامة بنص صريح زي الصلاة والزكاة وغيرها. والقرآن ثبت إمامة المهاجرين، ده هثبته المرة الجاية المداخلة الجاية، وأنكر إمامة الشيعة وهثبت لك كده 10 أسئلة أتمنى تجيب، تفضل. ولا ينهى مال أهدم دينك واهدم العصمة، أرجو هذا ترفع عن هذه الكلمات، إحنا مو في وقت واحد يهدم دين الثاني، جاي يهدم دينك ويهدم ديني، خلينا نتحاور حوار لطيف الناس تستفيد منه، أهدم وما أهدمها خليها العضلات خليها إلى وقت ثاني، هدم الدين، هاي وحدة. الشغلة الثانية، شوف، أولا إحنا لو نؤمن بالقرآن الكريم والسنة النبوية متممة للقرآن الكريم، لو نخلي بس القرآن الكريم ما نؤمن بالسنة، السنة جاءت مفسرة للقرآن الكريم، وأفعال وأقوال رسول الله أكدت لنا وبوضوح بأن علي خليفته من بعده، هذا جانب جدا مهم، جانب يجب عليك أن تفهم أنت ويفهم كل المسلمين، رسول الله هو الترجمان للقرآن الكريم والمفسر الكبير للقرآن الكريم، هكذا كان وظيفة رسول الله. هسه تجيني تقول لي والله علي ما قال، علي قال أنا لقد تقمصها مني فلان وهو يعلم أني محل منها محل قطب من رحى، إذا علي قال أنا الخليفة، علي قال نحن ادعيتم يا ابو بكر وعمر في السقيفه انكم شجره رسول الله، ونحن الثمره، نحن اولى بها، ادعى علي قال نحن اولى بها، اذا هذا كلامك مردود عليك، هذا كلامك مردود عليك انه علي ما ادعى، بالعكس علي ثبت موقفه امام المسلمين، والدليل على ذلك شوف راح اقول لك في نقطه جدا قويه في 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 صميم دينك، قويه في صميم دينك، انه علي بن ابي طالب عندما لم يبايع كما ذكر البخاري لمدة 6 أشهر، ماذا يدل هذا؟
وحديث رسول الله يقول من فارق الجماعة جبرا مات ميتة جاهلية، هذا عندكم الحديث ثابت. فماذا يدلنا هذا الحديث؟ يدلنا على عندما لم يبايع. ما معنى هذا؟ هل هو خالف الجماعة ولا علي؟ من يتوقع علي ما يموت بعد يومين بعد وفاة رسول الله؟ شهر شهرين، خب ما حد يعلم العمار. فبالتالي علي بن أبي طالب عندما لم يعرف أن خلافة أبو بكر ليست حقيقية وليست من رسول الله وليست من الله، ما بايع. 6 أشهر بقى إلى أن ماتت فاطمة كما يذكر البخاري، وكان وجوه الناس متغيرة، ودعا أبو بكر لوحده كراهية لمحضر عمر. إذا عنده موقف من عمر بن الخطاب، كراهية كما يذكر البخاري، كراهية لمحضر عمر، ما يريد عمر يحضر بوجود أبو بكر. القضية شوف، من ذكرت لك الآن البداية ما قلت لها هذا مو إنشاء، افهم يا رجل، افهم طريقة التعامل الإنساني اليوم البشري. أنا من أحكي مو بالضرورة، بعدين أنا قلت لك وانذر عشان تكرر بين هذا إنشاء، ما قال الله وقال رسول، مو ذكرت لك آية قرآنية وانذر عشيرتك الأقربين، هذا مو هذا مو قرآن كريم، وقلت لك رسول الله ماذا فعل، هذا مو سنة رسول الله. شنو الكلام هذا؟ دائما تحاولون تسقطون الآخر إنشائي وما ذكر القرآن وما اسمع زين، انتبه زين حتى تجاوب زين، لأن أنت من جاوبني دليل لأنه ما انتبهت لي، وإلا أنا اللي أريد أوصل له وياك لا يمكن. هذا إيماننا الكامل ان الانسان البسيط، انت في بيتك تطلع تترك ابنك الكبير، قل له دير بالك على امك، دير بالك على اختك، اهتم بالبيت، اهتم بكذا بكذا بكذا، والله تقول رسول الله خلى ابو بكر راح يصلي بالناس، شو الكلام هذا؟ شنو الخلافه؟ شنو الصلاه؟ وبعدين الروايات كثيره تذكر بان ابو بكر كان في السنح، ابو بكر كان في السنح وليس في المدينه عندما توفي رسول الله، وجم السنح وشاف رسول الله متوفي، هاي وحده. ورسول الله اوصاهم بان يذهبوا مع سريه اسامه بما فيهم ابو بكر وعمر، وما طلعوا بسريه اسامه. الأدلة كثيرة تدلل بأن أبو بكر ما كان يهتم رسول الله ببقاء بالمدينة، يهتم ببقاء علي بجنبه، كان علي بجنب رسول الله، علي يواسي رسول الله، علي يمارض رسول الله، توفي رسول الله في حجر علي، ما كان لا أبو بكر ولا عمر ولا الصحابة، وإنما كان في بيت علي بن أبي طالب، علي اللي دفنه، علي شو مرح. يا أستاذ الخضر حضرتك بلع راديو، الوقت خلص وبكلم حضرتك مش عايز ترد خالص. افصل أستاذ الخضر وبص على التكست، الوقت انتهى من الصبح. صوت واضح يا اخوان؟ طيب ابدا باول حاجه بدا بها الخضر، بيقول انا طبعا سالت 10 اسئله، جاوب على سؤال واحد يا اخوه، ما جاوب على اي سؤال. انا للسنه في القران، السنه مبينه للقران، يعني امامه علي مش موجوده في القران، الامامه اللي هي ركن من اركان الدين مش موجوده في القران، خلاص عدينا النقطه دي. قال الخطبه الشقشقيه تقمصها مني ابن ابي قحافه الى اخر الخطبه، مش عيب يا استاذ الخضر تستدل بشيء ضعيف؟ عكرمه بن مولى ابن عباس في هذه الخطبه في هذا السند وهو ضعيف، وزراره قال عن ابي جعفر عليه السلام انه قال لو كنت ادركت عكرمه عند الموت لنفعته، قيل لابي عبد الله عليه السلام بما كان ينفعه؟ قال يلقنه ما انتم عليه، يعني ما كانش مسلم في دينك عزا بالله. حدثنا محمد بن ابي حلوله عن عمه محمد بن القاسم عن احمد بن عبد الله البرقائي عن ابي عمير عن ابان بن عثمان عن ابان بن تغلب عن عكرمه بن عباس. سنه الخطبه الشكشكيه سندها ضعيف، فيها ضعيف. النقطه الاولى خلاص، خلصنا النقطه الاولى، ماشي رديت لك على وعيبه، ما تستدل بشيء ضعيف. تاني حاجه قلت ابو بكر لم يبايع، علي لم يبايع، من قال لك ان علي لم يبايع؟ علي بايع ابو بكر رضي الله عنه. قال اين؟ قال عمر انطلقوا لصاحبكم فبايعوه، انطلقوا بايعوا. فلما قعد ابو بكر على المنبر نظر في وجوه القوم، ما شافش علي فلم ير علي، فسال عنه فقال ناس من الانصار فاتوا به. فقال ابو بكر ابن عم رسول الله وختن اردت ان تشق عصا المسلمين؟ فقال لا تثريب يا خليفه رسول الله، فبايعه. ثم لم ير الزبير فقال اين الزبير؟ بايعه، دي البيعه الاولى، هو حديث صحيح. ثاني حاجه هتنزل معك، ما بايعش. انا معايا الامام بايع، نعم الامام بايع في بايع من اليوم الاول، ايضا في دي في الروايه دي عندنا في مستدرك وصحيحه، وايضا في الاحتجاج عن مولانا البكر عليه السلام ان اسامه حين ورد المدينه لما راى اجتماع الخلق على ابي بكر انطلق الى علي عليه السلام فقال ما هذا؟ قال له علي هذا ما ترى. فقال له اسامه فهل بايعته؟ فقال نعم يا اسامه. فقال طائعا او كارها؟ فقال لا بل كارها غصب عنه، يعني الامام صاحب الولايه التكوينيه. فبايع هو من كتبنا وكتبكم. ثاني حاجه انا هتنزل معاه، ما بايعش الا المره الثانيه. طيب هل اخطا حينما تاخر ولا اخطا حينما بايع؟ اتمنى ترد على دي. اديتك 10 اسئله، تعالى نكمل الاسئله مع بعض واتمنى ترد عليها. القران اثبت امامه المهاجرين والانصار وانكر امامه الشيعه. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين ايه يا اخوه؟ اتبعوهم باحسان
رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فالاتباع هو الائتمام يا إخوة بهم والاقتداء بهم. ففين بقى إمامة الشيعة؟ القرآن صرح، السؤال رقم 12، القرآن صرح بأسماء الأنبياء السابقين، رغم إن الجهل بهم ما يضر بإيمان المرء، ولكن لم يصرح بأسماء أئمتك، مع إن الجهل بهم كفر، خروج عن الإيمان. كيف يصرح القرآن بأسماء من لو جهلناهم ما ينتقدش إيماننا، وهم الأنبياء، ويعرض ولم يذكر أسماء من لو جهلناهم انتقد الإيمان. قال علي بن أبي طالب: دعوني والتمسوا غيري، وأنا لكم وزيرا خيرا لكم مني أميرا، والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا في الولاية إربة، ولكنكم دعوني، والله أنا مش إمام ولا حاجة زي ما بيقولوا الشيعة، ولا إمام منصب من الله، دعوني سيبوني والتمسوا غيري، والله ما كانت لي في الخلافة رغبة ولا إمام منصب ولا حاجة. كان علي رضي الله عنه بيطرق الإمام عن نفسه. هل عياذا بالله علي تكفروه كده يا شيعة؟ هل علي بتكفروه كده؟ 13 سؤال، انتهى الوقت. يا ريت اتمنى ترد على اسئلتي. رديت على اسئلتك كلها، ليه حضرتك ما بتردش على الاسئله دي؟ تبرأ بقى من علي عندك، لانه قال سيبوني دعوني والتمسوا غيري، وانا لكم وزيرا خيرا لكم مني اميرا، والله ما كانت لي في الخلافه رغبه ولا في الولايه اربه، والامامه اصل من اصول الدين. تفضل لك. اولا انت لو تفهم الامور، متى قالها علي هاي الكلمات دعوني والتمسوا غيري؟ عندما وجد الامه انقلبت والامه تغيرت والامه لا تطيع له امر. عندما اراد ان يمنعهم من صلاه التراويح ماذا قالوا له؟ عندما اراد ان يمنعهم من امور كثيره ماذا قالوا له؟ وصلت الامور بالامه الى اختلافات كبيره، اختلفوا عن اهل البيت، وبالتالي علي بن ابي طالب يقول لا امر لمن لا يطاع، لا امر لمن لا يطاع. الامه كلها اختلفت على علي بن ابي طالب. هاي نقطه. النقطه الثانيه، انا اشوف اريدك تفهم، البخاري صح الكتب عندكم، هاي مشكلتكم انتم، من تردون الصحون تعجبنا بس من البخاري ومسلم، من تردون كتاب احاديث صحيح، من يهمكم انه تقلبون الاحاديث تروحون لاحاديث ثانيه ضعيفه. انت البخاري اصح الكتب عندك، ويقول علي ما باع بعد 6 اشهر. انا احتجك بالبخاري، مو احتج، ما قلت علي بن ابي طالب بايع حتى تقول لي الصح بايع ولا ما بايع، لا، هذا سؤالك مردود عليك. انا اقول عن ابي طالب لم يبايع ولم يعترف بخلافة أبي بكر. لو كان يعترف بخلافة أبي بكر حقيقية لبايع من أول يوم، من أول ساعة، من أول لحظة، من أول لحظة مو من أول ساعة، لمشى حبوا على الثلج، لو الثلج يمشي عليه حبوا علي بن أبي طالب حتى يبايع أبي بكر، لو يعرف بيعة أبي بكر على حق. لذلك تركه ولم يبايع. أبو البخاري يقول، قلت لك البخاري يقول بعد 6 أشهر. هسه تقول لي صحيح ولا مو صحيح، هذا إلك. أنا أقول لم يبايع علي بن أبي طالب، يعرف الحق له، يعرف هو صاحب الحق الأساسي. رواية عكرمة كما تقول، رواية حفظها علماء الشيعة وأئمة الشيعة كلهم حافظين لهذه الخطبة، الخطبة العظيمة، الخطبة الشقشقية، بغض النظر عن سند، إذا تعددت السند أكثر من سند حتى لو كان ضعيف بها تقوى الرواية، كما عندكم هذه الحديث تقوى الحديث كما عندكم. إذا علي بن أبي طالب سلام الله عليه احتج على القوم بأمور واضحة له، قال لهم انا ما بايع، لانه لو كان الحق لابي بكر لكان بايع، قلت لك من اول يوم. فهذا يدللنا بوضوح. زائدا علي عندما يقول ليس بالخلافه ولا بالامامه، هذا يدلل بانه الامه وصلت الى مرحله لا يستطيع ان يقودها الامام علي، والدليل على ذلك الحروب اللي صارت بعد ما اجى، بعد ما استلم السلطه الامام علي، حاربوا في الجمل، وبعد فتره حاربوا بصفين، وبعد فتره حاربوا في النهروان. اذا علي بن ابي طالب مختلفت عليه. فلذلك راح اقول لك نقطه مهمه، هاي ارجو ان تفهمها، وقالها السيد كمال حيدري، فهمها زين. يا عندما لم تذكر امامه علي بن ابي طالب، الخلاف مو على الانبياء ولا على النمل عندما يذكر في القران ولا على شيء، الخلاف على علي. افهم يا رامي عيسى، وارجو ان تفهموها جماعتك، افهموا لو ذكر الامام علي بن ابي طالب في القران ماذا حصل؟ بس هذا اتركه لكم، لانه الامه كلها اختلفت على علي، والدليل على ذلك الحروب الثلاثه. لذلك عندما يذكر في القرآن راح يصير خلاف كبير على علي، وقد يحذف من القرآن، وقد يغير القرآن، وقد يبدل القرآن. لذلك الله أراد يحفظ القرآن بالطريقة الطبيعية، الله حفظ القرآن ما ذكر اسم علي به، حتى مو خوفا، خاف تقول باكر تقول خوفا، وقالت لا 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 افهم جيدا، حتى يحفظ القرآن بالشيء الطبيعي، بالشيء السلس اللي يتقبل الناس. ولا اسم علي بن ابي طالب كان يستفز الكثيرين وما يرتاح للكثيرين. انتهى الوقت، لك المايك. الله أكبر، الأستاذ سكوك بيقول إن ربنا خاف. الله أكبر، أعوذ بالله، وبيثبت كلام كمال الحيدري. بيثبت كلام كمال الحيدري، وإحنا سمعناه لكم من قبل يا إخوة، إن بيقول إن ربنا خاف.
ان يذكر اسم علي في القران، والتسجيل موجود على اليوتيوب وسمعته لديك الوقت، مش هسمعه لك. انت بتقول علي ما بايع، طب الامام المعصوم قال ان بايع، انت مش عايز تاخد باقوال الامام المعصوم ليه؟ كما قال الباقر عليه السلام، ونقلت لك روايه موجوده لميرزا محمد تقي الاصفهاني، ذكرتها في الاحتجاج المجلد الثاني صفحه 211، انت اعلم من الامام المعصوم؟ طب تعال نسمع القزويني، ده بايع وجروه وقلعوا الهدوم. اسمع اسمع الامامه، شوف هاي النعمة العظيمة اللي الله أنعم بها على العالم، جاعلك للناس، علي إمام الناس، علي إمام على الملائكة، جبرائيل مأموم لعلي، جبرائيل إذا صلى جماعة لازم يصلي ورع علي بن أبي طالب. تعالوا نشوف علي ده حصل في إفدين الشيعة. قد هذا الإمام الذي فيه هاي الصفات خلوا حبل برقبته وجروه، صفات خلوا حبل برقبته وجروه بلا عمامة، ما خلوا يلبس عمامته بلا حذاء، ترين خلوا حبل، يعني المرضاش يبايع، قاموا عاصرين زوجته ما بين الباب والحائط واسقطوا محسن وخد حطوا الحبل الاسود في رقبته وجروه خلوه يبايع غصب عنه، ده في دينك وحشاه رضي الله عنه. طبعا بارك الله فيكم، لا يستطيع ان هو يرد على اي سؤال، 13 سؤال سالته اجاوب انا على اسئلته سريعا كده. بيقول اراد ان يمنعهم من صلاه التراويح، وفين اراد ان يمنعهم؟ وفين علي اصلا من صلاه التراويح؟ ليه سيدنا علي رضي الله عنه ما اقامش ما منعش صلاه التراويح في خلافته؟ عندك دليل اثبت؟ بيقول لي علي لم يبايع، انا جبت لك الدليل اهو، كتبي وكتبك بتقول ان بايع، هل اخطا ان بايع ولا تاخر في دينك؟ بيقول بغض النظر عن سند الخطبة الشقشقية، مش عيب عليك على حضرتك تقول لي بغض النظر وانا بناظر من حضرتك، بقول لك الخطبة ضعيفة، قلت لك تضعيفها من كتبكم. طيب سمعت يا اخوة بارك الله فيكم، السؤال تاني، القرآن بيذكر العدس والبصل، لماذا لم يذكر الامام؟ وعدسية وبصلية، ليه ما ذكرش الامام؟ ليه؟ هل عجز علي بن ابي طالب وحشاء ان يصعد على منبر رسول الله، ده تاني سؤال، في خلافة ابو بكر الصديق، او يصعد منبر النبي في خلافة عمر او خلافة عثمان ويعلن صرخة مدوية هاشمية قرشية يقول انا الوصي صاحب غدير خم، انا ابو الائمة الاثني عشر، انا احدهم، والله لا اترك وصية رسولي، لا اترك ركن من اركان الدين، لا اترك الامامة، لابد ان تأتوا وتبايعوني. ليه عجز سيدنا علي؟ عجز ان يخرج الى العراق ويجيش الجيوش في الكوفة والبصرة ويأخذ حقه المغصوب يا شيعة؟ ليه 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 سيدنا علي؟ هل عجز؟ هل عجز؟ تاني حاجة، الإنجازات اللي حققها مجتمع الصحابة في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان لم يعني لم تحقق رضي الله، لم تحقق، أنا ما استهزأت بذلك، لو كان مجتمع الصحابة مجتمع متباغت زي ما بيبين سكوك بيحسد بعضه بعضا ويغتصبوا الخلافة من بعض وهمهم الخلافة، لم يبقى على الإيمان منه إلا نفر قليل كما يقولون، لو كان حال المجتمع هكذا كيف استطاع أن يوصلوا الإسلام إلى الأندلس غربا والصين شرقا؟ كيف استطاع أن يفتحوا بلاد فارس أيها الرافضة؟ كيف انهارت امامهم امبراطورية الروم؟ انتشر الاسلام، دخل في ملايين بعد موت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل هذه الانجازات لا يمكن ان يقوم بها مجتمع يحمل الصفات الباغضة اللي بيحاول الشيعة الصقها بمجتمع خير القرون. فالمجتمع الضعيف يا اخوة لا يمكن ان يقدم هذه الانجازات البشرية، والمجتمع المفكك لا يمكن ان يوحد الامم والشعوب. فعلا فاقد الشيء لا يعطي، فاقد الشيء لا يعطي. اتمنى تجيب على هذا وما تحسنيش ان انا بحاور نفسي كده. السؤال رقم 14، اجب على اخر سؤال ده، تفضل لك المايك. كيف انتشر الاسلام في خلافه ابو بكر وعمر وعثمان؟ تفضل. شوف راح اجاوبك، بس انت ما تنتبه للظاهر، ما كثير من الامور ده احكيها تعليقك عليها سطحي اصلا مو بعيد عن ما اقوله. افهم، علي بن ابي طالب عنده وتوفي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، جاءه ابو سفيان وقال له حارب يا علي وانا معك، الحق حقك والخلافة لك. ماذا قال له علي بن ابي طالب؟ قال اذهب لا تريد حقا. اليوم الاسلام، شوف الامام علي يعرف متى يحارب ومتى لا يحارب. الاسلام في زمن بعد وفاة رسول الله كان اسلام لا زال قري، لا زال اسلام ضعيف، لا زال المنافقون يتربصون بالاسلام، ومن المدينة مردوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم، هكذا خطاب الالهي لرسول الله، لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. اذا قضية منافقين داخل قضية روم يعادون الاسلام، علي بن ابي طالب يرفع سيفه ويحارب ابو بكر، هل هو منطق هذا؟ شنو هالمنطق هذا العوج هذا؟ كيف تفهم الاسلام انت؟ الاسلام اراد علي بن ابي طالب ان يحافظ على الاسلام بكل قواه،
سواء أبو بكر يحكم ولا عمر يحكم، وساعدهم بالحكم حتى يحافظ على الإسلام. افهم جيدا يا رجل، افهم جيدا. وأنا قلت لك أنا أرجو أن تفهم 50 مرة، عيد عليك. قلت لك الله يخاف، مو أنا فهمتك القضية، ليش ما تفهم؟ ما تبغى تفهم؟ قلت لك الله أراد يحافظ على القرآن الكريم ويعتني بالقرآن الكريم ويوصل إليك وإلي القرآن الكريم بهذه الطريقة بشكل الطبيعي، مو بإجبار. الله ما حط سيف يطبر الناس، اللي بده يحرف يطبره، لا مو هالشكل. الله أراد ما يخلي إنسان يتلاعب بالقرآن الكريم بطريقة لا يذكر اسم علي. ولا أنا أقول لك، وهذا من 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 اعتقادنا نحن الشيعة، لو ذكر اسم علي لغير كثير في القرآن الكريم، لأنه ما الناس ما ترتاح لعلي. والدليل على ذلك بعد أن مسك الخلافة بأشهر قاتلوه فيه في الجمل يا أخي. طلحة والزبير والصحابة قاتلوه في الجمل، وعائشة قاتلوا علي في الجمل، وبعد فترة قاتلوه في معاوية، قاتلوه في صفين. لا يرتاحوا لعلي يا أخي. هذا الوضع لازم تعرفه يا رامي، لازم تعرف هذا الشيء. بس أنت ظهر موجه باتجاه معين وبس تحكي بهذا الاتجاه. إذا ذكر علي صعبة عليهم، ما يطيقوه. قال رسول الله يهجر، أنت لا، ما من حقك تتكلم. عندما أراد يوصل علي في 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 آخر حياتي رسول الله، ماذا قالوا لرسول الله؟ لا تكتب، ما أريد كتابتك، كفانا كتاب الله، حسبنا كتاب الله. أكو أمور كانت تسير باتجاه لا يكون عليا خليفة لله في حياة رسول الله وبعد وفاته. هذا اللي حصل، هذا اللي حصل في الإسلام. اقرأ الإسلام جيدا، ستجد هذه الأمور واضحة كوضوح الشمس في رابعة النهار. بس أنتم ما تقرون الإسلام جيدا، ولا تقرون التاريخ جيدا، ولا تفهمون التاريخ جيدا، بس مجرد تهريج وصياح. فأرجوك أن تفهم بأنه ذكر علي، كان هناك خلاف على علي كبير. لا يوجد خلاف على النمل عندما أذكره في القرآن، ولا يوجد خلاف على البصر عندما أذكره في القرآن، ولا يوجد خلاف عن على الثوم عندما أذكره في القرآن. كل شيء ما أنبياء تذكر في القرآن ما خلاف، بس علي كان عليه خلاف. وأنت شفت خلافته يا رامي عندما حكم علي. من قاتل علي؟ الكل قاتلت علي، إلا ما رحم ربي، إلا القليل الذين وقفوا مع علي من أهل الكوفة، من شيعته في الكوفة، وقفوا وياه وحاربوا صفين، حاربوا وقاتلوا صفين، وانتصروا على معاوية وانتصروا في الجمل، هم شيعة علي. إلك المايك يا رامي. رامي إيه بس يا أستاذ سكوك؟ رامي إيه بس يا أستاذ سكوك؟ حضرتك بدأت كلامك، بص أنا بجاوب على كل أسئلتك بس أنا بحاور نفسي. بدأ أبو سفيان، جاء لعلي وقال له الحق حقك، تعال نحارب معاك. فين يا أستاذ سكوك؟ أنت بتقعد تحت رجل المهاجر ورضوان درويش وبتجيب الكلام ده منين؟ مش قلت لك اذكر لي المصدر؟ ما تكلمت فيه، قلت لي الاسلام طري. وحضرتك بتتكلم عن جبنه ولا لانشون يا استاذ سكوك؟ دي تاني نقطه. قلت لي كيف بتقول لي كيف يا رامي؟ يا رامي كيف يحارب علي ابو بكر يا رامي؟ طب ازاي يا استاذ سكوك حارب المرتدين؟ ازاي سيدنا علي حارب المرتدين مانع الزكاه وانت عندك الامامه افضل من الزكاه؟ تاني حاجه التسجيل اهوت، سيدك كمال حيدري بيقول ان ربنا خاف. اقراها من الروايات الوارده في الاحتجاج عن الامام الصادق، أنه لو ورد اسمه، اسم علي في القرآن، لأنكروا القرآن. فلهذا خوف الله سبحانه وتعالى من عدم، إنما لم يذكر الاسم حتى لا ينكر أصل الإسلام. لا بس عياذا بالله ربنا خاف في دينك، زي ما أنت طلعت أكدت التسجيل، خاف أن يذكر إمامة علي في القرآن عياذا بالله، خاف على القرآن عياذا بالله. شفت الكفر وصل بكل حد فين؟ طبعا مش هيجاوب على دي. السؤال رقم 16، هل تصحيح خلافة المستضعف يا إخوة؟ هل يصلح علي في دين الشيعة، علي الشيعة لولاية المسلمين، من سكت عن قصر بيته، إحراقه، ضرب زوجته، إسقاط جنينها، ثم يغتصب فرج ابنته قائلا زوجنيها، فلا يزيد على إلا أن يقول إنها صغيرة وما قدرش أن يدافع عنها عياذا بالله ويغتصب فرج ابنته، أو قد عجز أن يقول له إنك لست أهلا لأن تصاهرنا لأنك غادر خائن آثم كاتب عياذا بالله كما تعتقدون، ما لم يكن أهلا في الإمامة الخاصة الصغرى ولاية أهله وحمايتهم والدفاع عن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستحق أن يكون إماما للولاية العامة إمامة المسلمين؟ أنتم كيف يا شيعة تطالبون بهذه الروايات التي رويتوها التي تثبت الجبن عياذا بالله على سيدنا علي؟ رويتوها عن علي، كيف تطالبون بعدها أن يكون هو الإمام بالإمام يحافظ على الإمامة الكبرى؟ ثانيا بارك الله فيكم، اللي دلوقتي سكوك ما جابش أي دليل من القرآن الكريم، بارك الله فيكم، لم يأتي بأي دليل من القرآن، بارك الله فيكم، يعني فين الإمامة ديت؟ الله سبحانه وتعالى قال يا إخوة بارك الله فيكم، أول حاجة أنا جبت آيات كثيرة بارك الله فيكم، وما كان في رد من أستاذ سكوك بارك الله فيكم. طيب كان سيدنا علي بارك الله فيكم يا إخوة
ينفي عن نفسه الإمامة والوصية والعصمة كما بينت لكم دعوني والتمسوا غيري. وأيضا كلين عن علي بن أبي طالب قال أنه قال لأصحابي لا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل، فإني لست آمن أن أخطئ وقال في نهج البلاغة إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن لشاد أن يختار ولا للغائب أن يرد، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار. كل دي أدلة أن سيدنا علي رضى بالبيعة، وإلى الآن لم تأتي بدليل من القرآن الكريم. خد آية تهدم إمامتك. الشعب يعتقد أن الإمامة يا إخوة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، يعني تنصيب من الله. طيب ربنا بيقول وجعلناهم أئمة يدعون إلى الله، هل هذه أيضا تنصيب من الله؟ هل شروط الإمامة تنطبق على سيدنا علي في دين الإمامية يا إخوة بارك الله فيكم؟ شروط الإمامة تنطبق، أختم بريات بارك الله فيكم، علامات الإمام أن يكون أعلم الناس، أحكم الناس، أتقى الناس، أحلم الناس، أشجع الناس كما جاءت من لا يحضره الفقيه. فهل سيدنا علي كان شجاعا عندكم عياذا بالله؟ ضربت زوجته وضربت بنته واغتصبت واسقط جنينه وجر للبيعة، حطوا الحبل في رقبته، جروه حافي دون عمامة ولا حذاء كما سمعتك تسجيل القسوين. فاتقوا الله يا شيعة، اتقوا الله واتركوا هذا الدين الكفري. تفضل يا أستاذ سكوك وبالراحة على نفسك شوي، أجب على الأسئلة دي يا أستاذ سكوك، حوالي 20 سؤال تفضل. رامي أنا 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 والله طبيعي، بس أنت المو طبيعي، أنت اللي قاعد تغرب شمال وجنوب شرق غرب، أرجو أن أتركز شوية. شوف راح أقول لك شغلة، رامي لا تروح المدرسة، أخاف عليك الطريق بيه مشاكل، أخاف عليك، أنا هذا هنا حرص، أحرص عليك الخوف، مو معناه الله يخاف يخاف من البشر، الله ما يخاف، الله هو خالق الناس، خالق الدنيا، عندما يقول السيد الحيدري الله يحفظه يقول خوف الله خوف الله، شنو معنى؟ حرص الله على أن القرآن يتلاعب بيه، حرص. أنا قلت لك ما اختلف القوم في 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 نبي الله داود عندما يذكر في القرآن، ولا أنبياء الله عيسى ولا أنبياء الله موسى عليهم السلام، ما اختلفوا القوم، ما حد اختلف فيهم الأنبياء، ولا اختلفوا في النملة، ولا اختلفوا في زيد بن حارث، ولا اختلفوا، ما خلاف على ذولا من عندما يذكر في القرآن، ما يتعرض القرآن إلى شيء. لكن أنت تصور علي يذكر في القرآن ومعاوية يحكم، يلا تصور انتهى القضية، ومعاوية حاربه، معاوية حاربه كم حرب قاتل إلى أن لو ظفر به لقتله في الحرب، معروفة هاي، والجمل قاتله وطلحه والزبير قاتلوا علي بن أبي طالب، فكيف يذكر علي بن أبي طالب في القرآن والناس لا تريده لا تحبه لا تهواه؟ جمل واضح، الجمل من معركة الجمل قادها، قاتلوا علي بن أبي طالب، افهم يا رجل، ليش ما ترضى تفهم؟ الخوف هنا ليس مخافة الله أن الله يخاف من الناس، لا، الله ما يخاف من أحد، الله يستطيع أن يفني الدنيا في لحظات، كن فيكون، يقول للدنيا كن فيكون. فافهم، أرجو أن تفهم الشغلة، ما حد يفهم بأن الله يخاف بقدر ما الله يحرص، يحرص على أن يصلك القرآن بالشكل الطبيعي، الشكل اللي سهل، اللي يتقبل الناس بهالطريقة هاي، ما يتلعب به مثل ما تلعب بالتوراة وتلعب بالإنجيل وتلعب، هاي مو كتب من الله تلعب بها لو ما تلعب بها. نعم هناك تعهد بالقرآن الكريم، تعهد من الله بحفظه، لكن بالطريقة الطبيعية، هاي اللي أرجو أن تفهمها، هاي اللي أنت ما ترضى تفهمها وتهرج على الحيدر وتهرج علي تقول خاف، شنو الله خاف ما رخ بسين مرة عيدك إياها وما تنطفها ما شو لك أنا. هاي نقطة. النقطة الثانية عندما أقول لك علي بن أبي طالب يقول لا أمر لمن لا يطاع، تفهم شنو معناها هاي؟ تفهم شنو معناها؟ يقول ماكو داعي بخلافتكم وماكو طاعة، قال له خلافتك ما سوى عنده عفطت عنز إذا ما أطاعنا، أنا مو أمير وطاع، ما لها قيمة الخلافة عنده، ما لها قيمة المنصب عند علي بن أبي طالب بقدر ما يحكم بالإسلام إذا ما ناس ما تطيع. وأنت لو تقرأ التاريخ جيدا جماعتك احتجوا بيها إنه في صلاة التراويح منعهم عن صلاة التراويح، بس أصروا قالوا روحوا صلوا، شو أسوي لكم أنا؟ قالوا ها إذا على الوافق، إذا على القبل، عجيب غريب، هم ما يقول منحهم عن صلاة التراويح، وقال لهم لا ما أقصر التراويح صلوا في بيتكم علي بن أبي طالب، عندما أصروا قالوا روحوا صلوا، شو أسوي لكم؟ مو قضية قوة ولا قضية السيف، يرفع سيفه ويطبر الناس تعالى لا تصلون، هذا فرق علي بن أبي طالب عن الآخرين. علي بن أبي طالب كل روحه أخلاق، كل أخلاقه تتماشى مع منهج القرآن الكريم، أنت ليس عليهم بمسيطر، ليس عليهم بوكيل، ما كان القرآن الكريم من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لكم دينكم ولي دين، هاتش القرآن علم علي بن أبي طالب وعلم رسول الله وعلم أهل البيت على أن يحترموا الناس. إلك المايك. شفتم إخوة كلام إنشائي، رد بحاجة كلام إنشائي، شفت أنا سألت كم سؤال دلوقتي كلام إنشائي وبيرد على كلام كمال حيدري، كمال حيدري ما قال خوف الله، الله خاف عياذا بالله، ما قالش المصلحة. تاني حاجة، ده بتتكلم في مسألة الترويح، بالله عليك ما هو الشيء اللي فعله أبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم
في خلافاتهم وغيروا عليه. سيبك من العشرين سؤال اللي سألتهم لك، وخليك في الثلاث أسئلة اللي جايين دول بس. ما هو الشيء الذي فعله أبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم وغيروا علي في خلافتهم ما أصبح خليفة؟ أنت بتقول إن الثلاثة نشروا الفساد وسلبوا أهل البيت حقوقهم وأحرقوا الأخضر واليابس والمصاحف، غيروا دين الله. طيب علي ما تولى الخلافة فعل إيه؟ هل منع صلاة التراويح؟ بين لي. هل حل المتعة ونشرها بين المسلمين؟ هل أعاد فدك؟ هل غير قسمة الخمس اللي أنت عليها الآن؟ هل بنى المشاهد على الكبور؟ هل أقام مجالس العزاء بعد موت الزهراء؟ هل يا شيعي الشيء اللي فعله أبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم وغيروا علي؟ لماذا لم يختلف المسلمون ده تاني سؤال. لماذا لم يختلف المسلمون؟ لماذا لم يختلف الشيعة؟ لماذا لم يختلف جل فرق الشيعة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها كانت بنص صريح واضح لا يقبل الخلاف يخفى الاختلاف. إذا لو كانت الإمامة حق ثابت ما كانوا اختلفوا فيها المسلمين زي ما أنتم بتقولوا كده. أنا عايزك، أنت بتقول الصحابة منقسمين، منهم صحابة نجباء وغير نجباء. الصحابة النجباء اللي عندك، من الصحابة النجباء قالوا بإمامة علي؟ من بايع علي من الصحابة؟ أيها الشيعي العاقل أستحلفك بالله يا سكوك، شغل عقلك شوية أستاذ سكوك. خرج مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه في حربه ضد معاوية من 50 لـ100 ألف، من 50 لـ100 ألف. فين أين هم في وقت الخلافة؟ لما بايعوا علي بعد وفاة النبي؟ هل كانوا لا يعلمون بالنص يا أستاذ سكوك؟ هل كانوا يعلمون ببيعة الغدير؟ كانوا لا يعلمون بآية التطهير ولا آية الولاية؟ علي رضي الله عنه الشجاع القرار الذي لا يخاف في الله لومة لائم، كيف استطاع حشد الجيش في خلافته ولم يستدع حشد الجيش بعد وفاة الرسول؟ آخر سؤال يا سكوك، وأتمنى سيبك من كل ده، جاوب على السؤال ده لوحده يا أستاذ سكوك. هل فين الوقت؟ حط الوقت أخونا الحبيب. هل طلب علي بن أبي طالب منكم أن تطالبوا بالإمامة بعد موته؟ هل طلب، بقي دقيقة ماشي، هل طلب علي بن أبي طالب منكم أن تطالبوا بالإمامة بعد موته؟ إيه رأيك أستاذ سكوك؟ ممكن تستطيع أنك تجاوب على السؤال ده؟ طلب علي منكم، هتاخد المايك، إيه أنت رامي عيسى، أنت ما بتفهمش إيه ده أستاذ سكوك؟ وهات بقى من القرآن حاجة من القرآن، هات أقتني حاجة من السنة. إذا لم تستطع، أنا سألتك حوالي 30 سؤال دلوقتي ما في إجابة نهائي، أنت كل مدخلة جاوب على أسئلتك وأديك أسئلة، ولا أكن تقول لي أنت ما بفهمش يا رامي، ولا تريد أن تجاوب على أي شيء أستاذ سكوك. هل سيدنا علي طلب منكم أن تطالبوا بالإمام بعد موته؟ إذا طلب نريد الإثبات، ما طلبش ليه أنتم بتطالبوا بيها؟ لماذا لم يجمع علي بن أبي طالب ال 50 أو 100 ألف اللي كانوا معاه في جيشه؟ ليه ما جمعهمش في وقت خلافته اللي يبايعوه؟ السؤال الثاني، إيه اللي غيره علي بن أبي طالب كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم؟ تفضل لقى المايك، أتمنى تجاوب، مش عايز بقية الوقت، تفضل. هسه اسمعني جيدا حتى تعرف. اولا انا الفرق بيني وبينك، انا ما احاول اقول لك انشاء او شيء، اقول لك كلامك انت تغرب وتشرط، هذا كلامك دائما طريقتك هالطريقه هاي، ولما تجاوب 20 سؤال 30 سؤال. اولا علي بن ابي طالب عندما لم يخرج او يخرج معه الناس، لو تعرف السقيفه كيف حدثت ومن بالسقيفه وكيف هيئ عمر قبيله كامله للسيطره على المدينه انذاك، بحيث منعت اي واحد يتحرك لا يمين ولا شمال، وكان عند الدرة كما هو مشهور، والناس كلها مشت بالطريقة اللي راد عمر وأبو بكر. سقيفة ثلاثة بهم المهاجرين، يا رجل، أبو عبيدة وعمر وأبو بكر فقط، ذولا ثلاثة في السقيفة، وهم حسموا الموقف لصالحهم. والدلع ذلك لو كان أبو بكر يصلي بالناس، مقال شان قال لهم، احتج عليهم بالصلاة، قال لهم وانا خلان رسول الله، مقال لهم منا أمير منكم أمير من الإمارة، احنا ساندنا رسول الله الانصار، مدعوا بها الانصار. اقرا السقيفه جيدا، ستجد انه صلاه ابو بكر عندكم ما لها قيمه بالسقيفه كانت، ولا يعترفون بها بالسقيفه. قالوا الانصار ان الخلافه صح، ومنا امير مناكم من امير صح، عمر لا يجتمع سيفان في غمد واحد، رفض الاماره لهذا، قال انتم الوزراء ونحن الامراء. وعندما حدث الخلاف بين الانصار، للاسف بين اسيد بن حضير وسعد بن عباده، حدث الخلاف، خربت القضيه لصالح ابو بكر، انشقوا الانصار، وانشقاق الانصار صار لصالح ابي بكر. القضيه قضيه، انت لو تقرا الحدث جيد يا رامي، والله لو تقرا الحدث جيد ستجد بان القضيه السيطره عليه سيطره تامه، سيطروا على المدينه كلها سيطره تامه لصالح ابي بكر انذاك. عمر سيطر وسكت الناس كلها سكتت، من اجمع على النبي طالب الا القليل، قال لهم روحوا حلقوا 40 واحد، حلقوا جماعه 40 واحد، ما اجوا اربعه حلقوا راسهم، اجوا قدموا انفسهم لعلي بن ابي طالب.
هي الناس كانت تخاف، الناس خوف، مو هي كل ابطال وشايله روح على الحرارتي اذا انا ذاك. وبعدهم لا حديثي بالاسلام، انا ما قلت لك الاسلام طري، حداثه الاسلام لا زال عام الفتح عن 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 وفاه رسول الله 3 سنوات، يا رجل افهم، والاف الناس دخلت في عام الفتح، بعدهم جدد عن الاسلام. بس انت ما ترضى تفهم التاريخ وانشاء، هذا مو انشاء، هذا دراسه واقعيه للتاريخ، كيف حدثت السقيفه وكيف حدثت خلافه ابو بكر وعلي بن ابي طالب. خير دليل انه عندما لم يعترف بخلافه ابو بكر، هذا يدلل، هذا يجاوبك جواب وقاطع بانه هو يعرف الحق له، هذا دليل الحق لعلي بن ابي طالب واللي اوصانا. اسمح، هذا جواب اهم سؤال يكون سالتك وراح اجاوبك عليه الان. اهم سؤال، ليش تبعتوا علي؟ قال لكم علي تابعوني. لا، قبل ما ننتهي الوقت دقيقه، اخر نص دقيقه. علي بن ابي طالب، رسول الله اوصانا ان نتبع علي من بعده، اني تارك فيكم الثقلين، هذا عندنا حديث ثابت احنا، وعلي اول الثقلين، ولذلك اتبعنا علي بن ابي طالب بامر من رسول الله، بامر من الله اتبعنا علي بن ابي طالب. لك المايك. شفتوا اخوه، بناظر نفسي، شفتوا بارك الله فيكم، بناظر نفسي. نعم، انا هجاوب على اسئلتك تاني، بس الاول سالته الثلاث اسئله، هل طلب منكم علي بن ابي طالب ان تطالبوا بامامته بعد موته؟ ما رد عليا. ما رد اي شيء اللي فعله ابو بكر وعمر وعثمان في خلافتهم وغيروا علي بن ابي طالب، ما رد عليا، بيقول لي النبي امرنا نتبع علي. قلت لك هل علي منع صلاه التراويح؟ هل حلل المتعه؟ هل اعاد فدك؟ هل غير قسمه الخمس؟ هل بنى المشاهد على القبور؟ هل اقام مجالس العزاء بعد موت الزهراء وقصر الدلع والحوارات اللي انتم فيها؟ لا، ما رد علي. ثلاث اسئله قلت له سيبك من ال 20 سؤال الاوليين، ما رد عليا. اتكلم على دره عمر، والله انت محتاج دره عمر دي استاذ سكوك. طيب ايه تاني حاجه؟ اتكلم عن السقيفه، ودي بارك الله فيكم مسارعه الصحابه الملء منصب الامامه الشاغر، ده من عظيم فقه ابو بكر وعمر والصحابه، لان في المدينه منافقين بيتربصوا بالاسلام الدوائر، فترك هذا المنصب عرضه كده لافساد المنافقين لهذا المكان، والافسادهم بما يؤدي الفتنه، ممكن يؤدي لضياع، ممكن يؤدي لهيبه المسلمين، دي كانت من افدح الخسائر لو كانوا دركوا هذا لضياع الاسلام. فرضي الله عن صحابه محمد الذين سارعوا الى سد هذه الثغره وتفويت الفرصه على المنافقين، امثال عبد الله بن سبأ اليهودي وغير من المنافقين غير هذا الكافر. فالصحابه ما كانوش حريصين على مصالحهم الخاصه، يعني لو قالها الله المستعان، الله المستعان. يعني الى الان بارك الله فيكم الامامه السبائيه الشيعيه لم يستطع استاذ سكوك ان ياتي بادله عليها، رديت عليه بارك الله فيكم، لم يستطع، قلت له طلب منكم علي ان تطالبوا بالامامه، ما رد بارك الله فيكم. طيب الاسئله الثانيه بارك الله فيكم الاستاذ سكوك، لعله يعني لعله يعني يفوق شويه بارك الله فيكم. هل قال لكم علي قولوا للناس اني انا الخليفه بعد محمد؟ هل قال النبي اتبع علي؟ قال اتبع الثقلين، وانا بينت لك انت ما اتبعتش الثقل الاصغر. هل قال علي قولوا للناس اني امام وان امامتي ركن من اركان الدين؟ هل قال علي ان تارك امامتي كافر؟ مين اللي اعطاكم الحق بطلب الامامه يا شيعه؟ شيعه حينما نسالكم عن الامامه ونقول لكم ليه سكت علي؟ ليه سكت علي يا اخوه؟ زي ما استاذ سكوك قال لي حفاظا رمعيسى، سكت علي ابن ابي طالب، الامام سكت عشان حفاظ على بيضه المسلمين. طيب لماذا لم تسكت انت كمان يا استاذ سكوك حفاظا على بيضه الاسلام؟ ليه سكت علي عن طلب امامته في خلافه عمر يا شيعه؟ ليه سكت علي عن طلب امامته في خلافه ابو بكر؟ ليه سكت علي عن طلب امامته في خلافه عثمان؟ يقول لك حفاظا على بيضه الاسلام. طيب اذا كان سيدنا علي رضي الله عنه لم يطالب بالامامه لنفسه وسكت عنها علشان يحافظ على بيضه الاسلام كما تزعمون، طب ليه انت كمان ما تسكتش يا سكوك؟ فين بقى انك بتتمسك بالثقلين؟ ليه ما تسكتش انت كمان وتحافظ على بيضه الاسلام؟ كل ما تجلس مع شيعه اخوه يقول لك علي بن ابي طالب هو الخليفه الفعلي بعد النبي وان ابو بكر وعمر سرقوا الخلافه منه. طيب انا اسالك بغض النظر عن الافتراءات دي، اما علي كان خليفه على المسلمين لسنوات، ايه اللي حدث يعني اخوه؟ هل امطرت السماء ذهبا فرحا بعوده الخلافه لصاحبها كما يزعمون؟ هل فضت الانهار والوديان في جزيره العرب حين اصبح سيدنا علي هو الخليفه؟ ابشر ابشر الان. هل ارجع علي في خلافات ارض فدك؟ هل احيا سيدنا علي في خلافات شعيره جواج المتعه؟ هل نهى علي بن ابي طالب في خلافات صلاه التراويح؟ هل احيا علي بن ابي طالب ذكرى قصر الدلع؟ هل طفى علي بقبر النبي وعمل قبر النبي مزار يتمسح به المسلمين؟ هل احتفل علي بيوم مولد الرسول؟ ما ايه اللي عمله علي؟ ما قام به ابو بكر وعمر وعثمان قام به علي بن ابي طالب. الخلاصه معلش ادوني نص دقيقه كمان، الخلاصه علي اصبح خليفه للمسلمين ولسنوات طويله، ايه اللي فعلوا علي في خلافته خالف ما قام به ابو بكر وعمر وعثمان في خلافتين؟ ايه اللي حصل في الدنيا حينما رجعت الخلافه لصاحبها الشرعي؟
تفضل يا استاذ سكوك، اتمنى تجيب، اتمنى يعني تفضل. شوف يا رامي كم انت متناقض، يعني ما ادري غريب عجيب. انا دخلت الغرفه وناقشتني بخلافه علي، انا قلت لك شوف انت تناقشني بالشيء وتطلب مني الادله وتقول لي ليش تقولون علي بن ابي طالب خلافه؟ ليش علي بن ابي طالب سكت وتتناقشون؟ شوف انت كم متناقض، انت اللي طلبت مني، انت اللي قلت لي تعال ناقش، انت اللي قلت سجل الوقت، وانا ما ادري داخل على الغرفه يمكن لي لحظات دخلت على الغرفه حتى يعني اسمي ده هروب يا استاذ سكوك؟ يعني بعد الاسئله وقفوا الوقت يا اخو، يعني بعد الاسئله اللي انا سالتها لحضرتك ديت جاي بقى الهروب التكتيكي اليك؟ امال حضرتك وافقت ليه؟ حضرتك وافقت المحاور النت عنده ضعيف اللي هو استاذ طالب، المحاور النت عنده ضعيف، فقدمناك انت وانت ما شاء الله يعني محاور، وانا قلت نقدم الاستاذ الخضر ما شاء الله حضرتك مفوه، يعني اسلوب حضرتك افضل من الراديو، ولكنك بلع راديو بيستحملنا حضرتك. جاي دلوقتي بقى اقف وقف الوقت اخونا قادر علي، يعني جاي لحضرتك دلوقتي بتهرب؟ جاي حضرتك بتهرب دلوقتي؟ جاي حضرتك بتهرب؟ انت حضرتك ما بتجاوبش على الاسئله ولا اي حاجه، يعني حضرتك مش عايز تكمل؟ تفضل لك المايك، حضرتك مش عايز تكمل؟ تفضل. ما تحطوش وقت، استنوا يا اخو. لا 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 مو عايز اهرب، ليش اهرب انا؟ انا شنو اهرب؟ انا حركه الان، انت في زاويه مظلمه اصلا. شنو اهرب؟ ليش اهرب؟ بس انا بدي اقول لك انت المتناقض، لان انت تقول تدعون بين الخلافة لعلي والصيحون علي سكت وتدعون، ليش تدعون؟ قلت لك انت دعيتني لاني اناقشك بهذا الموضوع، افهم يا رجل، ليش ما ترضى تفهم؟ ليش تاخذ الحديث من اطرافه؟ اخذ الحديث من مركز سنتر على الحديث، حاول تركز شوي، ركز معاي رجوك. زائدا انا شوف حتى اقول لكم صاحبكم كم هو مخطئ، انا لما ذكرت قلت علي بن ابي طالب اراد يرجع يمنع عن صلاه التراويح، انا قلتها لو انت قلتها. طيب يا اخوة بارك الله فيكم، معلش علشان الحوار كده هيطيل، معلش نبدأ بسؤال وسؤال، انا اسأل الخضر سؤال استاذ سكو وهو يجاوب، وبعدين هو يسألني سؤال وانا اجاوب، اللي موافق يكتب لي رقم 7 وبرأي الاخوة المستمعين، لان كده انا سألت حوالي 30 سؤال واكيد بحاول نفسي ما في اجابة خالص من استاذ سكوك. طيب استاذ سكوك سؤالي لحضرتك الان، انا اما باجي اكلم حضرتك دلوقتي وقلنا لحضرتك ليه سيدنا علي سكت عن الإمامة في وقت أبو بكر وعمر وعثمان، بتقول لي حفاظا على بيضة الإسلام، حفاظا على بيضة الإسلام، ليه سكت سيدنا علي؟ تقول حفاظا، بتقول لي حفاظا على بيضة الإسلام، سكت عنها عشان يحافظ على بيضة الإسلام. طب ليه أنت لا تسكت الآن وتحافظ على بيضة الإسلام وتسكت ولا تطالب بالإمامة، تقتدون بالإمام؟ تفضل لك المايك. ليه انتوا كسرتوا البيضة؟ تفضل لك المايك. انا ارجو ان تقول انا عجزت وان انقل الموضوع الى حوار ما لا قيمة بحوارنا الاخر، كان حوارنا السابق حتى نصل الى هذه النتيجة، وجاوبك ما عندي كل مانع. ارجو ان تقول انا عجزت وما اقدر بعد احاور للسكوك او الله المستعان. طب انت سالت كم سؤال يا استاذ سكوك وانا جاوبت عليه؟ عجزت ايه دي يا استاذ سكوك؟ ايه عجزت دي؟ مش هسيبك برضه لما تجاوب على السؤال. انا ما بسال حضرتك ليه سيدنا علي سكت ولم يطالب بامامه بالامامه لنفسه، بتقول حفاظا على بيضه الاسلام. طب لماذا لا تسكتون انتم ايضا حفاظا على بيضه الاسلام؟ تفضل لك المايك. هي جاوبك، انت مدري الجواب، انتظر، احنا قلنا 3 دقائق الا 3 دقائق اللي هي جاوبك. اسمع الجواب. نحن نؤمن كشيعة بأن علي هو خليفة الإسلام بعد رسول الله، ونؤمن بإمامة علي بن أبي طالب والأئمة الاثنى عشر من بعده، كما أمرنا رسول الله الاتباع، قال إني تارك فيكم الثقلين من بعدي كتاب الله وعترة أهل بيتي. فلذلك احنا ما مسوي شيء، احنا ما شايلين سيف ونكتل الناس. يبقى انتوا لا اما غلط لا اما علي غلط. علي سكت رضي الله عنه حفاظا على بيضة الاسلام، علي رضي الله عنه سكت حفاظا على بيضة الاسلام، انتوا ليه ما سكتوش بقى؟ علي لم يطالب بامامتي، انتوا ليه طالبتوا؟ خلاص انت امنت بيها، خلاص امن مع نفسك، لكن ليه بتخرجوا بتطالبوا بيها الناس وبتقولوا علي هو الامام والفتم فيها كتب وكتبتم فيها بحوث و و و و الى اخره؟ ليه سيدنا علي طلب منكم ذلك؟
سؤاله بمعنى مبسط، هل طلب منكم علي قال لكم بعد موتي طالبوا الناس بالإمامة؟ ما تقوليش الرسول، أنا بسألك عن علي. لو الرسول يبقى إمامة علي باطلة، يبقى نرجع للنبي صلى الله عليه وسلم، وتخليك كما يقول أهل السنة إن الدين كمل بالنبي وما كانش ناقص، وجي علي هو اللي كمله. سؤال لحضرتك، هل طلب علي منكم إن أنتم تدعوا الناس إلى إمامتي بعد موتي؟ تفضل لك المايك. شوف، حتى يعرف أصحابك كم أنت لا تستطيع أن، لو سمحت أجب بنعم أو لا، ما إحنا مش في حسينية تعمل لي مظلومية يا أستاذ سكو. لو سمحت أجب بنعم أو لا، هل طلب منكم علي أن تطالبوا بالإمامة بإمامتي بعد موتي؟ قال قولوا للناس أني خليفة بعد موتي أعلمون بإمامتي. الإجابة اكتبوا لي إخوة نعم أو لا، تفضل لقى المي، وبعدين سأل سؤالك نعم أو لا، تفضل. ليش مو 3 دقائق؟ أنا وين 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 العقد مالك؟ وين الاتفاق؟ خلاص خلي الحديث. لا لا، ما في 3 دقائق، انت سؤال وانا سؤال. هل طلب منكم علي رضي الله عنه ان تطالبوا بامامتي بعد موتي؟ تفضل لقى المايك. انا اجاوب مثل ما انا اريد مو مثل ما انت تريد. ترضى اجاوبك، ما ترضى خلاص لك المايك واخذ الحلقه كلها لك، اخذ الحوار كله لك. انا اجاوب مثل ما انا اريد وليس مثل ما انت تريد. لك المايك. شفت إخوة، سؤال مدمر لديني، جزا الله خيرا من كتب هذا السؤال، سؤال مدمر لديني. طب لماذا أنتم بقى لم تتأسهم بعلي؟ شفتوا إخوة، هو بقى كان عايز كده، بيقول لي تجاوب، أجاوب أنا على مزاجي. طب بالله عليك، يبقى أنت أسأل بقى نفسك، أنت خد المايك وقول أنا سكوكا أريد أن أسأل سؤال، واسأل أنت نفسك بقى، بيقول لي أنا أجاوب على مزاجي. أيوة الرافضة، بيقول لي أجاوب على مزاجي، يعني هتجاوب إزاي على مزاجك؟ ابشر يا استاذ طالب، هتجاوب ازاي على مزاجك وانا اللي بسالك سؤال؟ انا اللي سالك ازاي تجاوب على مزاجك؟ هل طلب منكم علي رضي الله عنه ان تبايعوا، ان تطالبوا بامامتي بعد موتي؟ نعم او لا، سؤال بسيط يا اخي. نعم طلب، والدليل كذا كذا كذا. لا لم يطالب. اذا كان سيدنا علي لم يطالب بالامامه لنفسه اصلا، من اللي اعطاكم الحق ان تطالبوا بامامتي؟ تفضل يا استاذ الخضر، اجب نعم او لا، وبعدين اديني انا اسالني، قول لي سؤال ليك يا رامي كذا وكذا، تفضل. انا اجاوبك من صميم الدين يا رجل، افهم افهم انت وين انت قاعد تحكي سطحيات، جاي تحكي لي سطحيات. انا اجاوبك من صميم الدين، رسول الله اوصى الامه الاسلاميه باتباع علي، واحنا اتبعنا علي على الاساس. نعم، وعلي قال دعوني والتمسوا غيري فخالف النبي. سؤالي لحضرتك، هل طلب منكم علي بن ابي طالب ان تطالبوا بامامتي بعد موتي؟ سكت علي عن المطالبه بامامتي، فهل قبل موته قال لكم اذا انا مت فطالبوا بامامتي؟ تفضل لقى المي، نعم او لا، تفضل. نعم، ثبت لدينا بان علي اوصى امامنا واوصى للحسن من بعده، والحسن اوصى الحسين من بعده، والحسين اوصى لعلي بن حسين. السؤال ما قلتش لك هل علي اوصى للحسن او الحسين، سؤالي لحضرتك هل طلب منكم علي ان تطالبوا بامامته بعد موته؟ تفضل لقى المي. شوف انت ما قاعد تفهم، يعني لما علي يوصل للحسن، مو الحسن علي كان امام قبله، هو المفترض الطاعه قبله في زمانه، وعندما توفي اوصى الحسن بعد، شو معناه؟ معناه علي نعم واوصى الحسن لمعاويه وسلمه وبايعه وبايعه حسين. ايه رايك؟ يبقى معاويه رضي الله عنه الامام الثالث عند الاماميه، الامام المعصوم عند الاماميه. هتدخل نفسك في متاهات ثانيه. انا سؤال حضرتك، طلب علي قال لكم يا شيعتي اذا انا مت فطالبوا الناس بامامتي، وعرفوهم انها كانت مختصبه مني، وعرفوهم انهم حطوا الحبل في رقبتي وجروني، وعرفوا منهم قتلوا زوجتي، وعرفوا من عصوها ما بين الباب والحائط، ما في إجابة. نقدم أستاذ طالب بعد إذنك أستاذ الخضر. أستاذ طالب، هل أوصى لكم علي بن أبي طالب أن تطالبوا بإمامتي بعد موتي؟ تفضل أستاذ طالب. طيب، في حد من الشيعة عايز المايك يجاوب على هذا السؤال؟ يا إخوة معلش، ممكن ترفعوا التنقيط على المنقطين، أنا آسف، بعد إذنكم أحد. في أحد من الشيعة يستطيع أن ياخد المايك يجاوب على هذا السؤال؟ يوسف حضرتك شيعي؟ طب نقدم بواب الاول، لقى المايك استاذ بواب، هل طلب منكم علي بن ابي طالب ان تطالبوا بامامتي بعد موتي؟ تفضل استاذ بواب.
شكرا شكرا. اكو صوت؟ رجعنا. اذا اكو صوت افصل الشاحن يا استاذ بواب. استاذ بواب افصل الشاحن واطلع كده في بوابه واتكلم. افصل الشاحن. تفضل لك المايك. حينما سكت علي، سؤال لحضرتك الان، ليه سكت علي رضي الله عنه عن المطالبه بامامته في خلافه ابو بكر وعمر وعثمان؟ ردكم بيقول حفاظ على بيضه الاسلام. طب ليه انتم بتكسروا بيضه الاسلام وتطالبوا بالامامه؟ اعلم يا وزير، وتطالبوا بالامامه. فهل سيدنا علي طلب منكم ذلك؟ ولماذا انتم لا تقتدون بالامام علي وتسكتوا ولا تطالبوا بامامه علي وتؤمنوا بامامه ابو بكر وعمر وعثمان حفاظا على بيضه الاسلام؟ تفضل يا استاذ بواب. ثواني يا خضر، ثواني يا طالب، تفضل يا استاذ بواب. شكرا شكرا. اكو صوت؟ رجاء اعطونا رقم واحد، اعطونا رقم واحد. شكرا شكرا. اولا عندما تقول امامه ابي بكر وامامه عمر، ابي بكر وعمر ليسوا بائمه وانما خلفاء. شكرا على هذه المعلومه الجميله الطيبه. سقفوا لي يا اخوه، سقفوا، ادوا له ورود على التكست. شكرا. جاوب بقى، لماذا لم تحافظوا على بيضه الاسلام كما حافظ علي بن ابي طالب على بيضه الاسلام؟ لماذا؟ السؤال الثاني هو نفس السؤال، يعني هل طلب منكم علي بن ابي طالب ان تطالبوا بامامته بعد موته؟ تفضل لك المايك. شكرا. استاذ رامي، هي جدل ولا انت تريد تفهم المساله؟ اذا كنت في صدد فهم المساله خليني اشرح لك حتى تفهم من عندي، اما اذا كان جدل بهذه الطريقه فانا مستعد ان اعطي. مش جدل، انت امامك ثلاثه. نعم، ابشر يا وزبر. نقطه الكم بس؟ نعم، طلب منا علي بن ابي طالب ان ارفعنا نقطه. نعم، طلب منا علي بن ابي طالب ان نطالب بامامته بعد موته ونعرف الناس. لا، لم يطلب منا علي بن ابي طالب. لا اعلم. بس اختار لك واحده من الثلاثه. نعم، لا، لا اعلم، وانتهى الامر. تفضل يا استاذ بواب، لقى المايك. طيب شكرا استاذ رامي. انا اسالك سؤال، من هو ابو عيسى؟ هل يعني في اجابه سؤال بسؤال؟ يعني قلتم يا استاذ بواب، يعني بارك الله في اخوه، وانا بسال نفسي احبه، يعني بساله سؤال يقول لي هو المخلوق الوحيد اللي هو الشيعي اللي جاوب سؤال بسؤال. تسمعني استاذ طالب؟ ابشر استاذ سكوكا، نقدمك تاني. تسمعني استاذ طالب؟ طب لقى المايك يا استاذ طالب، اجب يا استاذ طالب، تفضل. هل طلب منكم علي بن ابي طالب ان خرج طالب، الله المستعان، خرج طالب. طب لعله يدخل تاني، يعني عندما يخرج الامام الحسين على يزيد بن معاويه ليس زمان ان نرفض لما امر به معاويه ليس طيب ابشر. لقى المايك يا بواب على ما طالب. تسمعني يا طالب الان؟ استاذ طالب ثلاث وحيد، تسمعني؟ طيب تفضل استاذ طالب. هل طلب منكم علي بن ابي طالب ان تطالبوا ببيعته بعد ان تطالبوا بامامته؟ تفضل لقى المايك. السلام عليكم. النت لسه عندك ضعيف يا استاذ طالب. تفضل يا استاذ بواب، لقى المايك. تفضل اجب يا استاذ بواب، لقى المايك. شكرا شكرا. استاذ رامي حبيبي، انا ارجو ان تفهم وتعطيني مجال حتى اتكلم معك. هناك مفهومان، هل علي بن ابي طالب قال لنا ان نطالب بخلافته ام اوصى بالامامه الى من بعده؟ هذا هو السؤال. هل هو اوصى بالامامه الى من بعده؟ نعم، قد اوصى للامامه من بعده ولم يقل طالبوا بخلافتي. الله اكبر. طب لماذا انتم الان تطالبون بخلافته؟ سيبونا من اوصى بالامامه دي، لماذا انتم الان تطالبون بخلافته؟ تفضل لقى المايك. ليه دلوقتي بتطالبوا بخلافه علي وتعرفوا الناس انه هو الخليفه بعد النبي وامام منصب؟ تفضل لقى المايك. احسنت احسنت، لقد ادنت نفسك بنفسك. الجواب في هذا المقام لانه النبي صلى الله عليه واله وسلم اشار الى خلافه علي، لان علي مع الحق والحق مع علي، ومن خالف على علي بن ابي طالب فهو ليس مع الحق. اقضاكم علي، اعلمكم علي، علي مدينه العلم وانا بابها، ولم تدخل الباب. طب نمسكها بس، الحق مع علي
الحكم عن نمسك اول نقطه بس، هل كان الحكم عليه حينما بايع ابو بكر الصديق؟ هل كان الحكم عليه حينما بايع عمر؟ هل كان الحكم عليه حينما بايع عثمان؟ تفضل لك المي، مع ان لسه جايب روايات مبايعته دلوقتي من الاحتجاج ومن كتب اهل السنه، من كتب الشيعه ومن كتب السنه، هل كان الحكم عام حينما بايع ابو بكر؟ تفضل لك المي. شكرا شكرا. في مذهب اهل السنه الخلافه بالشورى، صحيح ولا لا؟ طيب طيب، الشورى التي الخلافه بالشورى، هل عمر جاء بالشورى؟ هذا السؤال لك انت. رأى أبو بكر الحق، شفتم؟ لابد أن يهرب، لابد أن يهرب، بارك الله فيكم، لابد أن يهرب. نعم، من قال أصلا إن هي إن هي بالشورى؟ لابد أن يهرب. أنا سؤالي لك الآن، إحنا الخلافة ممكن بعض المسلمين يقولون هذا هو الخليفة، يكون من المسلمين، اختيار من المسلمين، اختيار من المسلمين. سؤالي لحضرتك الآن، وأرجع أعيد السؤال تاني، أرجع أعيد السؤال تاني، وكان إيه يا إخوة نسيت والله. هل كان الحق مع علي حينما بايع ابو بكر؟ انت قلت نعم الحق مع علي، هل كان الحق معاه حينما بايع ابو بكر؟ اجبني نعم او لو خلاص تفضل. لماذا اصطلح النبي صلى الله عليه واله مع مشركي قريش؟ شوفوا يا اخوه، لابد للشيعي تساله سؤال يجيب بسؤال، تساله سؤال يجيب بسؤال. سؤال لحضرتك الان، هل كان الحق مع علي حينما بايع ابو بكر؟ انت قلت نعم علي هو الخليفه لان الحق مع علي. طب انا بسال حضرتك سؤال، هل كان الحق مع علي حينما بايع ابو بكر؟ نعم او لا؟ تفضل لك المايك. علي بن ابي طالب لم يبايع ابي بكر في نفس اليوم الذي نصب فيه ابي بكر خليفه، بايعه من بعد 6 اشهر او اكثر من هذا. هل كان الحق مع علي حينما بايع أبو بكر بعد 6 أشهر؟ قلتم هل كان الحق مع علي بعد أن بايع أبو بكر ب6 أشهر؟ تفضل لك المايك. هذا ما اقتضته مصلحة الإسلام، لأن الدين الإسلامي يقتضي. يا أستاذ بواب، لا هقفل رقبتك ما بين بابين. جاوب بقى، جاوب، حرام عليك، جاوب. هل الحق كان معانا عم او لا؟ يقوم النبي كان صالح المشركين، اقتادت الحبل، هل كان الحق معاه حينما بايع ابو بكر؟ هل كان الحق معاه؟ تفضل لك المايك. طبعا الحق كان مع علي، وعلي بس هي دي اللي انا عايز اسمع. اخيرا أخيرا طلعها، بس شكرا ليك، شكرا ليك. ونحن مع علي في هذا. هل أنت بقى مع علي؟ لو كنت موجود كنت ممكن تبايع علي؟ خلاص الحق مع علي، لماذا لا أنت لا تقتدي بهذا بقى؟ أبشر يا أستاذ طالب، لماذا لا يعني لا يعني لماذا أنت لا تقتدي بالإثم؟ وليه تنكر خلافة أبو بكر؟ أقل الحق معاه. طب أستاذ سكوك سامعني؟ أستاذ الخضري سامعني؟ كان عنده سؤال إن هو الخضر. أستاذ الخضري سامعني؟ عشان كان عنده سؤال، نبقى برضه إن إحنا في عدل وكده. مقدم الخضري يسأل سؤاله، الخضري لو سامعني اكتب لي رقم 5. طب أستاذ الخضري لو سامعني اكتب لي رقم 5 عشان نقدم. هو كان عنده سؤال، لو سامعني الخضري اكتب لي رقم 5. خليك بقى يا الخضر. تفضل يا أستاذ طالب، السؤال لحضرتك الآن، هل طلب منكم علي بن أبي طالب أن تطالبوا ببيعته بإمامته بعد موته؟ خليك يا الخضر ان شاء الله اقل من 3 ساعات وهنقدمك. تفضل يا طالب لقى المي. انا مش عارف يا طالب يعني ازاي يبقى عندكم السيستان والنت ده في العراق كده يا استاذ طالب، يعني حتى حد يكلم الامام حتى يعني زي ما انتوا بتطلبوا بتعجيل فرج وكلموه يعني يوصل السلك. تفضل يا استاذ الخضر، تفضل. استاذ الخضر، علي لم يبايع وهذا قول البخاري، بايع بعد 6 اشهر. طيب انت بتقول هل سيدنا علي بايع يا الخضر؟ هل سيدنا علي بايع؟ تفضل يا الخضر.
رامي انت في تهرج بهذه الطريقه، لو احنا سوينا حوار لطيف كان كل واحد 3 دقائق وشنو نوصل الى نتائج، المهم الغرفه تستفيد. هذا تهريج، هذا ترى لم انت وطي صوت اللي جنب حضرتك استاذ الخدمه، مش عارف بقى انت حابب تسمع نشره الاخبار ولا ايه يعني، وطي صوت اللي جنبك، في صوت جنبك، نساء جنبك، فوطي الصوت ان شاء الله وتفضل سال سؤالك يا الخضر. نسيب الخضر يسال سؤال، تفضل سال سؤالك. نهايه الحوار اللي كان ما بيننا، عايز تسالني سؤال يا الخضر تفضل سال السؤال ان شاء الله، او ايه السؤال اللي انا ما جاوبتش عليه في الحوار بتاعك، تفضل لقى المايك. اتفرج على التلفزيون لانه ما اقدر اسمع يعني حديثك، ترى مو مجدي حديث، يعني هل بايع علي بن ابي طالب، هل على طلب منكم ان تبايع علي بن ابي طالب، هذا مو حديث. انت اصل الاسلام، اصل الاسلام ماذا اوصل رسول الله؟ اقول هالشكل، شنو اوصل مسلمي رسول الله؟ اوصل ابو بكر وعمر وعثمان وكل الصحابه ان يبايعوا علي. الست انا اولى بكم من انفسكم؟ قالوا بلى. قالوا فمن كنت مولاه؟ فهذا علي مولاه، هنا ولايه مطلقه طهر علي مثل ما انطهر لنفس رسول الله. جاي تقول لي والله حديث ثقلين، بعد اوضح من هذا حديث ثقلين بانه احنا مجبرين كامه اسلاميه ان نبايع علي، ان نتولى علي، ان 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 نكون خلف علي. يعني لو انا بكتب سؤالك محتاج كشكول مكون من 100 ورقه، يا استاذ قلت لك اسالني السؤال انا ما جاوبتوش، سالني سؤال يا استاذ الخضر، انا سالتك شوف كم سؤال وانت لم تجب على اي سؤال، سالني سؤال مكون من 5 6 كلمات زي ما انا سالتك علشان اجاوب عليك، تفضل لك المايك. اسالك ممتاز، بماذا احتج ابو بكر وعمر وابو عبيده في السقيفه على الانصار؟ لك المايك. لانه ما كان في نص من النبي، تفضل لك المايك. لا لا، بماذا احتجوا؟ ما انا ما قلت لك ليش، ما ليش احتجوا، بماذا احتجوا؟ بماذا احتجوا؟ لو انا مجاوبك هالجواب ما يفهم الصكوك، ما يفهم. بماذا احتجوا؟ لك المايك. ما كان في نص من النبي صلى الله عليه وسلم فعندما تكلموا ثبتوا على ابو بكر الصديق رضي الله عنه، بس انتهى الامر. اسال انا بقى حضرتك سؤال، حيا الله الاستاذ امسى كريم شيعي محترم ايراني من ايران، ممكن بقى اسال حضرتك انا سؤال؟ انا جاوبت حضرتك اهو، ممكن اسال حضرتك انا سؤال؟ اكتب لي نعم او لا. ممكن اسال حضرتك سؤال؟ طيب تفضل لك المايك. اخي اقول لك بماذا احتجوا؟ اسمعوا الغرفه حتى تعرفون، ما يعرف شنو بالسقيفه صار، ولا يعرف شنو حدث بالسقيفه الرجل. يقول لي ما لان ماكو ناس، انا قلت لك اكو ناس ولا ماكو ناس؟ قلت لك بماذا احتج؟ دزول هي على البرايفت بلكي تجاوب حتى نعرف شلون ناقشه، بماذا احتج ابو بكر؟ اعرف هذا يطلع بالتلفزيون وقال بالدنيا ما يعرف الاحتجاج. بيطلع في التلفزيون تلفزيوني الله يخرب بيتكم. طب احكي لنا ايه اللي حصل في السقيفه واحده واحده، قول لنا احكي لنا الاحتجاج ده، ايه اللي حصل في الاحتجاج ده؟ تفضل واحده واحده بس بالنص، بالسنة بالمصدر، بلاش السند يا عم، بالمصدر، تفضل لك المايك. لا بعد ان تقول انا ما اعرف ماذا احتجوا اجاوبك، لك المايك. انا عايزك تقول لي ايه الاحتجاج اللي في دماغك، ايه الغباء ده يا اخوه بارك الله فيكم؟ فعلا لو كان نعم قالوا منا امير ومنكم امير، وحينما جلسوا وتكلم ابو بكر واظهر وبين هذا الرجل الذي قدمه النبي في الحج، هذا الرجل الذي قدمه النبي في 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 الصلاه، هذا الرجل الذي اخذه النبي في سفره في رحله الهجره، هذا الرجل الذي تزوج النبي ابنته، هذا الرجل الذي قال النبي اغلق جميع الابواب الا باب ابا بكر، هذا الرجل الذي قال النبي لو كان خليلا، لو كان للنبي خليل غيره لكان ابو بكر. بعد ان تكلم اجتمعوا على ابو بكر فبايع الجميع كما قلت لك قول البكر الان. المهم سال سؤال، قلت لك قدمتك عشان ما يبقاش ليك امر، وسالت وجاوبتك. استاذ البواب تسمعني؟ نقدم البواب ايضا يسال سؤاله. استاذ البواب تسمعني؟ وعليكم السلام استاذ سلموا، تفضل يا استاذ بواب، لو عندك سؤال ان شاء الله حول الموضوع تفضل لك. طب ليه ما حدش ينقطه يا اخوه؟ النهل ليه حضرتك شتمتني؟ لا سيبه يا سر ده بعد اذنك، بعد اذنك اخونا سردبي، ليه حضرتك شتمتني؟
الحوار ماشي من الصبح بدون سب وبدون طعن. هل آل البيت كانوا كده؟ هل سيدنا علي فعل الفعل اللي حضرتك عملته؟ شوف كم شيعي في الغرفة محترمهم ما سبيت ولا واحد فيهم. ليه أستاذ النايل؟ بدل ما تاخد المايك أستاذ النايل، ده أنا بدالك أستاذ، بدل ما تاخد المايك وتحاور تشتم، بدل ما تاخد المايك وتحاور تشتم. طب أنت عندك مايك أستاذ النايل؟ أنت عندك مايك؟ أنت ذكر الأول ولا أنثى؟ أنت عندك مايك؟ عندك مايك؟ عندك مايك؟ لا ممنوع يا الوسبر. عندك مايك؟ أوجب يا الناهي. تدفع كام يا الوسبر وأقدمك؟ عيسى؟ دي عيسى. بصوا يا إخوة بارك الله فيكم، شوفوا بالله عليكم، بصوا أستاذ طالب كاتب رامي عيسى بالتين المربوطة، بصوا بالله عليكم دي رامي عيسى ودي يخري. الله المستعان. طب أستاذ بواب تفضل سأل سؤالك وبعدين أقدم أخونا الحبيب الواثق. تفضل سأل سؤالك أستاذ بواب. شكرا شكرا شكرا. أكو صوت؟ أكو صوت؟ إذا أكو صوت أعطونا واحد، إذا أكو صوت أعطونا واحد، أكو صوت أعطونا رقم واحد. يا أستاذ مهات رقم واحد. يلا أقول لك حاجة يا أستاذ، يا أستاذ رامي، واحدة واحدة واحدة. أنت لازم تفهم يعني حضرتك بتستخفي دمك مثلا بعد ان عجز جميع الامامية اللي في الغرفة اكتر من 5 مقدمهم على المايك، ما استطاع احد ان يثبت لنا امامة علي، وما استطاعوا ان يردوا على الاسئلة. والله المفروض الان كل شيء ياخد المايك. والله لو انتم بتبحثوا عن الحق، نعم اللهم انا نكفر بهذه الامامة. نعم يا رامي، انا اكفر بهذه الامامة. الخضر ياخد المايك يقول نعم يا رامي، نعم يا رامي انا اكفر بهذه الامامة. استاذ نعم يا رامي نحن نكفر بهذه الامامة التي ليس عليها دليل. قول الامام علي، لم يطالبنا الامام علي اصلا بالمطالبة بهذه الامامة. طيب خلاص يا استاذ نحن، انت امثالك لا يجلس معنا في الغرفة، لم تسبب اي الادب. تفضل حبيبنا الواثق لقى المايك. لا أحب أن أقطع الحوار، تستمرون إن شاء الله في حواركم ومناقشاتكم. فقط أشير إلى نقطة وأترك المايك مباشرة. هناك فرق بين النص على الفضل وبين النص على الخلافة. نعم النص على الخلافة حصل فيه الكلام، هناك من يقول نص جلي، وهناك من يقول نص خفي، وهناك من يقول الشورى 3 أقوال، ما في إشكال، وهذا يدل على الحراك العلمي في الوسط السني. لكن النص على الفضل موجود، النص على الفضل موجود. مثاله من الأونر في الغرفة الآن، من الشيخ الأونر، من هو؟ حياك الله يا كحة، ما أدري اسمك، حياك الله. من الأونر في الغرفة؟ الشيخ محمد البراك. الشيخ محمد البراك، لو فرضنا الشيخ محمد البراك قال أن مثلا عماد هو أفضل من في الغرفة، طيب هذا نص على ماذا؟ نص على الفضل. لكن فرضنا الشيخ محمد البراك بيسافر وترك الغرفة، وبدأنا نختلف أو نتشاور في من الأونر بعده، فهل الشيخ البراك قال أن عماد هو الأونر بعده؟ الجواب لا، لم يقل، ولكنه نص على أفضليته. فالنص على الأفضلية موجود، لكن نص على الخلافة هو ماذا؟ فيه الكلام، حتى لا يلتبس على البعض حينما نقول أنه لا يوجد نص على قول أو النص الخفي أو النص الجلي، أنه لا يتبادر إلى النص الفضلي، بل هو النص الخلافي. شكرا، السلام عليكم. ايه الحلاوه دي اخونا الوثق؟ حضرتك شغال بتاع هريسه؟ ايه الحلاوه دي حبيبنا الوثق؟ حضرتك فكهاني؟ كلام جميل جدا. ايه الحلاوه دي يا حفيد؟ ثواني يا الخضر. استاذ بواب تسمعني؟ استاذ بواب قبل ان انا اقدمك، استاذ بواب عشان يسال سؤاله. استاذ بواب تسمعني؟ طيب استاذ بواب، حضرتك قلت نعم بايع علي رضي الله عنه لظروف الاسلام وبايع ابو بكر وكده. سؤالي لحضرتك بس، ومعلش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حيا الله اخونا ابو عبد الرحمن الواثق، وليشهد الحاضرون انا من شيعه الواثق. رامي مش انت رايح ترتاح؟ رامي
في صوت احسن، الحمد لله رب العالمين. حيا الله عمي ابو صالح حفيد على البيت خمسة يا عم، ارتاح يا رامي من الساعة 12 12 واحد اثنين ثلاثة اربع ساعات على المايك يا رامي. طيب لا حول ولا قوة الا بالله، لك المايك، السلام عليكم. طيب حياك الله حبيبنا عمد. استاذ طالب، البخاري طرق من الصحيح يمكن ما اكثر مما في البخاري، وبين البخاري ان هو طرق من الصحيح كثير لم يذكره في كتابه. السؤال الان حياك الله يا الوافق، انا عارف انك ما بتكلمنيش بس انا بقول لك حياك الله. استاذ بواب تسمعني؟ نقدمه يكون عنده سؤال عشان نبقى وفينا مع الجميع. استاذ بواب تسمعني؟ طيب استاذ بواب، كان سؤال صغير بس بعد اذن حضرتك. انت وافقتني ان سيدنا علي رضي الله عنه بايع وبايع حفاظا على بيضة الإسلام. طيب حينما يا أستاذ بواب بايع علي بن أبي طالب أبو بكر بعد ما احنا أثبتناها أنا وإنت، حينما بايع هل كان بنص من الله أم باجتهاد منه؟ أتمنى تجاوب لا إما بنص لا إما باجتهاد علشان أقدمك على المايك. تفضل لك المايك. شكرا شكرا يا أستاذ. الجواب في هذا أن الإمام اشترط على أبي بكر شكرا شكرا يا أستاذ. الجواب في هذا، كنت أنت تقول لي باجتهاد أو بنص، فقط كلمتين من سبع كلمات، لا تستخدم يعني شخصية الروافض يا أستاذ بواب. أنت اسمك بواب، أنا ما يعني ما بغطأ في اسمك. سؤال لحضرتك، هل حينما بايع علي بن أبي طالب أبو بكر الصديق بايعه بنص من الله أم باجتهاد منه؟ تفضل لك المايك. نعم او لا، تفضل، ما بقولكش الشروط البيعة، بسألك بنص ام باجتهاد. تفضل لك المايك. لك المايك يا بواب، تفضل. يا ريت تسيب تطلع من تحت العمارة دلوقتي، سيب هما الناس ان شاء الله السكان هما نازلين ان شاء الله يبقوا يعطوك اللي انت عايزه، بس خليك ركز معايا دلوقتي. هل البيعة كان بنص ام باجتهاد؟ تفضل لك المايك. نعم بواب حدث عنده امر ان النت قطع. طب الخضر تسمعني يا الخضر تسمعني؟ بواب شكله عنده شغل تحت العمارة، تلاقيه بيطوق عربية ولا حاجة. ما انا قلت لك يا طالب، في البخاري لم يشترط ان اللي عنده فقط صحة، واللي باقي اللي ليس في البخاري او مسلم كله ضعيف. مين اهبل قال لحضرتك الكلام ده؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. طيب في شيعي عنده سؤال، في شيعي يريد المايك، يريد يسال سؤال عشان نبقى وفينا مع الشيعة في هذا الموضوع، يريد يسال سؤال في هذا الموضوع اللي احنا فيه. طيب تفضل يا طالب لقى المايك. السلام عليكم. اكو صوت؟ اكو صوت؟ رجاء اعطيني رقم واحد اذا اكو صوت. اذا اكو صوت اعطيني رقم واحد. شكرا شكرا. الامام علي اشترط على ابي بكر بتطبيق السنه والقران، لكن ابو بكر خالف السنه والقران. شكرا. جميل جدا. جميل جدا. اشترط عليه وقال له انا ببيعك اهوت وام بيعه، وقال له بس بشرط انك تطبق السنه والقرآن. بس هو ما طبقش السنة والقرآن. اما بيعه بقى، اما بيعه ديت كانت باجتهاد منه ام بنص من الله؟ تفضل لك المايك. بدل شكرا شكرا قول باجتهاد ام بنص. تفضل لك المايك. الرافضي حشر اصلا، حشر. تفضل. نعم انه فعل، وعندما وصلت الخلافة الى علي بن ابي طالب اشترى. فعل، كان باجتهاد من علي ولا بنص؟ باجتهاد من علي ولا بنص؟ مش شايف دينك بقى ضعيف قوي ازاي يا استاذ بواب؟ مش شايف دينك بقى ضعيف خالص ازاي؟ يعني هل باجتهاد ولا بنص؟ تفضل. لا، اما بايع، هو بايع اهوت، وابو بكر لم يوفي في دينك، في دينك لم يوفي بالبيع، هل بقى كان باجتهاد ولا بنص؟ تفضل لك المايك.
هو ده دين الإمامية. ده الشيعي رقم كم يا إخوة؟ الشيعي رقم كم النهاردة كده في موضوع الإمامة فقط؟ هل طلب منكم علي بن أبي طالب يا شيعة أن تطالبوا بإمامتي بعد موتي؟ ما في إجابة. لماذا سكت علي بن أبي طالب يا شيعة عن طلب الإمامة في خلافة أبو بكر وعمر وعثمان حفاظا على بيضة الإسلام؟ طب لماذا لا تحافظوا يا شيعة أنتم على بيضة الإسلام؟ ما فيش جواب. ما الشيء الذي فعله أبو بكر وعمر وعثمان ثم جاء علي في خلافته غير هذا الشيء؟ هل أعاد فدك؟ هل غير قسمة الخمسة؟ هل حلل المتعة، نشر المتعة بين المسلمين؟ هل ما في إجابة.